علاء تنضم إلينا في الساعة الأولى من مباشرات الشرق، ونتحدث فيها في الملف الأول عن تحديد سقف السعر السعري للنفط الروسي. سندخل في التفاصيل أكثر، ليس فقط تأثيرات الأسواق ولكن أيضا الدول المستفيدة، الدول الأكثر تضررا، وتساؤلات كثيرة حول رد الفعل روسيا التي توعدت برد، ونترقب هذا الرد بالتأكيد. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إن من الممكن تعديل الحد الأقصى لسعر النفط الروسي بمرور الوقت لمنع موسكو من الاستفادة من عائدات النفط في حربها ضد أوكرانيا، مع الإبقاء على الخام الروسي في السوق. نتابع. When it comes to Russia's response, look, we're not surprised by that. We're not surprised by what their reaction has been and what they're saying. Look, the goal of the price cap has always been to ensure that discounted Russian oil continues to flow onto global markets. And even as we limit the energy revenue that Russia is using to fund its illegal war in Ukraine, and so we believe that the cap at this level maintains clear incentives for Russia to continue exporting. إذا دخلت العقوبات الأوروبية على النفط الروسي حيز التنفيذ بالأمس، ومعها القرار المثير للجدل بفرض سقف سعري على البراميل الروسية عند 60 دولارا للبرميل، اعتمدته دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأيضا أستراليا. هذه الدول كانت قد فرضت أصلا قيودا على واردات النفط الروسية، وبالتالي فإن السقف قد لا ينعكس بضرر كبير أو مباشر عليها، لكنه قد يجبر دولا أخرى خارج الاتفاق مثل الصين، الهند وتركيا على شراء النفط الروسي دون السقف المحدد لكي تحصل على خدمات الشحن والتأمين والتمويل لنقله عبر البحر. هي خدمات تقدمها في الغالب شركات أوروبية كما نعلم. وفقا لاستراتيجي نفط لدى بلومبرج جونيل لي، فإن الإدارة الأمريكية هي الرابح الأكبر من خطة السقف السعري، نظرا أنه حققت هدفها بإبقاء الإمدادات الروسية في السوق عبر اقتراح فكرة السقف، علما أن العقوبات الأوروبية نصت على منع مشتري النفط من الحصول على خدمات الشحن بشكل قاطع ودون استثناء قبل هذا المقترح الأمريكي. على كل حال، فإن سقف 60 دولارا يتجاوز السعر الذي يتداول به الخام الروسي في محطات التصدير في البلطيق، وقد لا يكون مقيدا على أرض الواقع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وبحسب لي، فإن أوروبا قد تكون أحد المتضررين من هذا السقف، لا سيما في سيناريو تلجأ فيه موسكو لرد انتقامي مثل قطع إمدادات النفط المنقول عبر الأنابيب إلى أوروبا، أو حتى تعليق الإمدادات البحرية إلى بلغاريا بعد أن تم إعفاؤها من خطة الحظر الأوروبي حتى نهاية 2024.